شروق الشمس له قوة غريبة جدا جدا، بحسها في كل حتة في جسمي وقلبي وأعصابي ومشاعري، كأن الوقت ده من اليوم أقدس أوقات اليوم، كأن فيه قوة حيوية، كأن فيه سحر في الهواء بس في وقت شروق الشمس. بحس إنه يوم التجديد هي دي البداية فعلا، والأيام اللي بغتنم فيها شروق الشمس بحس إن قلبي منشرح لليوم، كأن اليوم جايب لي هدايا وعطايا من رب العالمين، كأنه فرصة، كأنه تواصل بيني وبين الكون الكبير ده اللي أنا مش عارفة بدايته فين ونهايته فين. لكن للأسف من ساعة رمضان ما اغتنمتش وقت شروق الشمس غير مرتين ثلاثة. أرجع تاني إزاي؟ أرجع تاني إزاي للوقت الجميل ده من اليوم بعد ما اختلفت مواعيد النوم والصحيان؟ صعب عليا قوي 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 الأيام الكتيرة اللي ضاعت من غير ما أغتنم لحظات شروق الشمس. ازيكم؟ النهاردة كنت ناوية اخدكم معايا في اليوم وانا بنظف وبعمل وبجيب طلبات وحاجات، بس كل حاجة اتلخبطت لان كان لازم اكلم خدمة العملاء في شركة ما وقعدوني على الخط مدة طويلة، وبعد ما عود واستنى الخط يتقطع ورجع اتصل بيهم تاني واضغط رقم مش عارف ايه عشان ايه والكلام ده، فطبعا يعني أرهقوني نفسيا وعصبيا، وبعد ما خلصت المكالمة لقيت نفسي مفرفرة، بس قلت لازم النهاردة أسجل لكم وجاوب على سؤال جاني. كنت ناوية أن أنا أكلمكم عن الموضوع ده مبارح بس ما قدرتش، وكويس عشان نفصل المواضيع عن بعضها. والموضوع النهاردة هو إيه هو أقرب طريق لقلب الراجل؟ إيه اللي فتح الكلام؟ صديقة من صديقاتي المتابعات للقناة بعتت لي مسج وبتقول لي ان هي في انسان معاها في الشغل لافت نظرها، ويعني حاسة كده من ناحيته بنوع من المشاعر والعواطف وان هي عايزة تلفت نظره، وفي وسط الكلام تقول لي ايه هو اقرب طريق لقلب الراجل. فطبعا تبادلنا المسجز وقعدنا نضحك. اقرب طريق لقلب الراجل معدته، افتكرت سعاد حسني واحمد زكي لما كانوا عاملين هو وهي في التتر بتاع التمثيلية دي، وبعد كده بيكرش وبيكبر وبيبقى حاجة مهولة خالص. ايه هو اقرب طريق او اقصر طريق لقلب الراجل؟ أنهي راجل وأنهي طريق وأنهي قلب؟ بمعنى إيه؟ بمعنى حلو قوي إن يبقى فيه حكم وأمثلة وحاجات زي كده، لكن المشكلة إن الحكم والأمثلة دي اتقالت في مواقف معينة. في بعض هذه الحكم والأمثلة والحاجات المتعارف عليها
بتنفع في كل الحالات، وفي حاجات ما بتنفعش إلا في حالات خاصة. وده كمان فكرني بتمثيلية كويتية قديمة قوي قوي قوي، كان اسمها سعاد العبد الله وعبد الحسين عبد الرضا. دي التمثيلية الكويتية الوحيدة اللي انا اتفرجت عليها. وبرضو كانت بتشتغل في مكتب شركة هندسية، وهو كان عاجبها وعايزة تلفت نظره، فابتدت تعمل بقى ايه جوستافو بقى وتحريات، وتعرف بيحب السمك تقوم تعمل سمك وتجيبه، بيحب البنت الشقرة صبغت شعرها اصفر او لبست باروكة، بيحب مش عارف ايه، بيحب ايه، وابتدت تلون في نفسها وتغير في نفسها عشان تلفت نظره. وفعلا بعد ما لفتت نظره وبعد ما اتجوزوا ابتدت المشاكل وابتدت الاصطدامات ما بينهم. وانا فاكره في فرحهم وهي بتشيل الرموش العيرة وبتشيل الباروكة الصفرة العيرة، وفجأة بيتخض ان دي بني ادمة تانية خالص غير اللي هو اتجوزها، وبالتالي ده عمل مشاكل بينهم ولخبطة وحاجات زي كده. حتة بقى اقصر طريق لقلب الراجل معدته. الرجالة بتحب الأكل، هو مين فينا ما بيحبش الأكل؟ لكن هل بس إنه هيتجوز واحدة أو هيحب واحدة لمجرد إنها بتطبخ كويس؟ ما كان الشيف في المطبخ في المطعم كان يبقى أقرب واحد ليه. هل الست الجميلة الحلوة السكسي اللي مليانة كيرفز وليلى علوي وشعر ومش عارف ايه والكلام ده هو بس؟ يعني لو فتحت بقها واتكلمت كلام وحش هتقفله. يعني عشان نلفت نظر حد، عشان حد يحبنا، ما نقدرش نجبره على ان هو يحبنا، ولا نخدعه، ولا نتلون بالالوان اللي هو حبيبها وعايزها. ولو عملنا كل ده هنلفت نظره لحاجة مش فينا، حاجة ما نقدرش نستمر عليها، حاجة مغايرة لشخصيتنا. لو قلنا كل الرجالة بتحب الستات الجميلة الحلوة، طب هي ايه معايير الجمال؟ في يعني ما شفتوش مثلا واحد اشقر ابيض متجوز واحدة زنجية سمرة وبيحبها جدا؟ انا كان ليا زميل في الماستر بتاعي، هو اشقر ابيض ومراته افريقيه سمراء شعرها هايش وولادهم زي العسل، انا شفتهم ورحت زرتهم، وكان بيحبها حب رائع، يعني حاجه كده مش ممكن. او العكس، او تلاقي بنت جميله وشقره وحلوه وجميله جدا جدا ومتجوزه واحد يعني بالمقاييس المتعارف عليها مش جميل قوي ومش حلو قوي ومش وسيم قوي، وتلاقي ولادهم طالعين شبه الأب. ليه؟ لأن في أمزجة، يعني عارفين اللي هو لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. يعني أنا لولا أن أنا بحب الأصفر اللي أنا لابساه ده وما كنتش اشتريت الإيشارب ده، غيري تقول لا 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 أنا بحب الأسود، أنا بحس لا الأسود ده أكسنت يعني حاجة كده، أو في ظروف معينة أو في وقت معين أو الكلام ده. ليه؟ عشان الإيشارب الأسود يلاقي اللي تشتريه، والإيشارب الأصفر يلاقي اللي تشتريه، البنت الشقرة تلاقي اللي بيحبها، والبنت السمرة تلاقي اللي يحبها. الأخطر بقى، الأخطر لما نتلون ونتغير ونغير من طريقتنا ونغير من اسلوبنا ونغير من كور شخصيتنا عشان نرضي حد او عشان حد يحبنا او عشان يرضى عننا او عشان نتقرب ليه او نجيبه كده في المصيده ونصطاده، وبعد الجواز يبقى فيه مشاكل جامده قوي قوي بينا. طيب لسه انا ما جاوبتش على السؤال، انا قاعده عماله بقول كلام عام. الإجابة على السؤال هي لما تبقي أحسن إصدار من نفسك هتجذبي أنظار الشخص اللي يقدرك لإنتي،
اللي يقدر جمالك انتي، جمالك الطبيعي وجمالك اللي تقدري تستمري عليه. يعني انا هقول لكم ايه فايده الميك اب اللي احنا بنحطه. انا من زمان قوي 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 وانا بحب الميك اب، مع ان ده شيء من الابسولوت محرمات عندنا، والدتي وجدتي وخالاتي محدش فيهم بيعمل الكلام ده خالص، محدش فيهم بيحب الكلام ده خالص. الميك اب فايدته انه يظهر الصحة ويعمل تماثل في الملامح. الخدود الموردة دليل على الصحة، والصحة جمال وبتجذب أنظار الجنس الآخر. على فكرة في الولاد والبنات، البنت لما بتبص لواحد وبتقيمه كده من جوانا، ربنا سبحانه وتعالى زارع فينا غريزة ان احنا نقيم هذا الشخص اللي هيكون شريك حياتنا صحته كويسة ولا صحته معتلة. فالميك اب بيعمل الكلام ده، بيبين الملامح، بيظهر الملامح الحلوة، بيظهر علامات الصحة. واهم حاجة كمان ان هو بيحاول يقرب نسب الفيتشرز بتاعتنا، الملامح بتاعتنا للستاندرز بتاعت الجمال. العلماء درسوا ايه اللي بيخلي الوش جميل، فبيلاقوا ان السيمترية، التماثل، ان النص اليمين قريب جدا جدا من النص الشمال. عشان كده تلاقينا مثلا واحنا بنرسم حواجبنا واحنا بنظبطها نقعد بالساعات الطويله عشان نظبط الحاجبين شبه بعض. وكمان نسبه معينه، مثلا البريدج اوف ذا نوز، المسافه دي في المناخير ما تزيدش عن المسافه دي. لو قلت يبقى حلو، لو زادت قوي بتدي شكل مش حلو. ان مثلا مش عارفة الوش مقسوم تلاتة، يعني هنا قد هنا قد هنا، لو في نسبة يقولك دي دقنها صغيرة قوي، دي مش عارف ايه. التماثل برضو دليل على الصح، دليل على ان البيبي كبر في الرحم الام. بنلبسه عشان نظهر احسن ما فينا ونخفي عيوبنا. عشان كده تلاقوا فيديوهات كتير قوي ازاي تخبي الكرش. تخبيش الكرش، خسيه. ماشي اوكي، هنلبس جاكيت وهنلبس مش عارف ايه وهنلبس ايه والكلام ده، ولو انت تفاحة ولو انت كمثرى ولو انت موزة والكلام ده حلو نعمله وبشجع عليه، عشان تبقي انتي حاسه ان انتي في احسن صوره، وتعمليه بالقدر اللي تقدري توظبي عليه. لان خدوا بالكم، طب ما هو بعد الجواز بيقولك بعد الجواز لا بقت اتفركشت وفشكلت وبقت وشاف بقى كل واحد شاف التاني على حقيقته، بعيدا عن الماسكات اللي بنلبسها قدام الناس عشان نوري ان احنا حاجه تانية. فجأة البنت الهادية اللطيفة الجميلة بقت شعنونة ومجنونة وبتزعق، ودي حاجة يمكن اتحكت لي، ان واحد خطب واحدة كانت زميلته في الجامعة وكانت في منتهى الرقة والجمال، وانس انهم اتجوزوا شاف حاجة تانية خالص، شاف نوعية من الالفاظ بتتكلم بيها، شاف خناقات غريبة جدا جدا، شاف عصبية شديدة قوي 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 ما كانتش واضحة تماما، لانها كانت دايما لابسة وش. هل هو سعيد؟ لا. هل هي سعيدة مع انها اتجوزت اللي هي عايزاه؟ برضو لا، لان لا هو قابل الشخصية دي ولا هي عارفة تتصنع الشخصية اللي تصنعتها زمان عشان تجيب رجله. اقرب طريق لقلب الراجل ايه؟ انك تكوني نفسك، بس تكوني احسن اصدار من نفسك عشانك انت الاول، انك تحبي نفسك الاول. تلبسي الحاجة المناسبة ليكي، ما تستنيش لما ده يقعد يقولك البسي كذا وده البسي كذا وده البسي كذا وده البسي كذا. مخك في راسك، قيمي انت عايزة تلبسي ايه وعايزة تظهري بانهي شكل، بتتعاملي ازاي،
أولوياتك إيه في الحياة؟ متخيلة إنه هيعمل كذا وكذا وكذا لما